يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به. خلونا نعرف من الآن فصاعدا كيف نهجنا وسلوكنا بإذن الله كيف راح يكون. فمن الضروري قبل ما نمشي إننا نعرف تعريف محور الخير والشر بأمتنا كمواقف وأفعال وليس كأشخاص. فيجب العلم بكل وضوح ويقين إنه بإذن الله ما إن أي علاقة مع أي شخص، ولا نعرف لهذه اللحظة أي مخلوق حتى إنه مشهور، ولا نعرف أي مسؤول، ولا نكن العداء لأي مخلوق، مش بس في الأمة، في البشر كلياتهم. ففعلنا راح يكون وأمرنا كلياته راح يكون فقط للمواقف والأفعال. من هو محور الشر اللي يصنف بناء على مواقفه وأفعاله، ومحور الخير بناء على مواقفه وأفعاله. فتيجي تقول لي واحد فعل فعل الشياطين والشرور، بصير هو ينطبق عليه هذا. واحد بده يصلح من محور الشر، بده يصلح، فاحنا داعمين له ومعه وهكذا. فالأمر لمواقف وليس عداء لأشخاص. والآن سيتوجه دعمنا بإذن الله كشعوب لمحور الخير بأمتنا، وانتقادنا بسلمية راقية هادئة. ولاحظوا بسلمية، بسلمية يا شباب، لا نخرج عن هذا المسار. راقية هادئة، لا تحمل عنف أو تخريب أو حتى تعطيل أو حتى صراع على السلطة لمحور الشيطان والشر بأمتنا، ومبتعدين عن السياسة. يا شباب ما كرهنا إشي قد السياسة، خربت بيت أمتنا الصراع على الكراسي والسياسة، خلونا بعيدين عن هذا. والمحورين المعني بهما المواقف وليس الأشخاص. فحتى من محور إبليس إن عمل خيرا وأصلح سنقف لجانبه فورا ونعمل على سلامته الكاملة بإذن الله. والحين نيجي للمواصفات الرئيسية لمحور الخير والشر بأمتنا. وهذا كلياته على أي أساس يا شباب؟ هل إحنا من مزاجنا صنفنا هذا؟ إحنا لا نعرف الناس، وحكينا إن وجهنا الأمر كلياته لله ورسوله، والأمر كان بإذن منهم وتعليم من عليه الصلاة والسلام متكرر. فبناء على هذا وصفنا محور الخير ومحور الشيطان ومحور الشر. فمحور الخير داعم لله ولرسوله ولكتابه وإسلامه وأمته قولا وعملا. نذكر مثل، مثل المناهج التعليمية، من مصلحة من إنها تعاد الدين الإسلامي؟ إيش مصلحة المسلمين اللي هي تغيير المناهج الإسلامية لحساب الأعداء والكيان الصهيوني؟ من ينظر لهذا؟ سبحان الله، أدوات التعليم عندنا كل شيء متخلف، والمناهج متخلفة، وطرق التعليم متخلفة من سنين. الطلاب بدرسوا بعدين بكبوا بأساليب قديمة، هذا كله مش ناظرين لإله إننا نطوره. عقدتنا على الدين الإسلامي. أما محور الشر فمتآمر على الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه وإسلامه وأمته عملا وكاذبا في قوله دائما. محور الخير يحترم وينفذ رغبات شعبه والأمة ككل، فيدعم الحرية الكاملة والعدالة والكرامة، ويحارب الفساد قولا وعملا. نذكر أمثلة مثل الخطباء في المساجد، والله أروح أعطي الخطبة وراقبه وقول له إيش يحكي كمان، وما إلوش دخل يحكي لا فقه واقع ولا غيره، يعني أصلا لغو الجمعة يعني بهذه الإجراءات. ومش عارف والله كيف بيصعد اليوم الخطيب وبيحكي تحت هذا الظرف، أو كيف راضين الخطباء بهذا الوضع. لما نيجي للإعلام نلاقي قضية الدولة ملهاش دخل، وأي حوادث في الدولة ملهاش دخل، فقط من الأنباء الخارجية بتجيبها والسوشال ميديا، أما إعلام الدولة ملوش دخل، فقط يمجد في الحاكم، هذا هو شغله، والرقص والطبل بس والطبيخ، ملوش دخل في قضايا الأمة. ولما نلاقي الوزراء هذول بنحطوا ورئيس وزراء ويفعل كل بسلوب الإرادة، بس هيك منديل كلينكس، وتيجي بعد هذا تيجي تقول لي هاي حرية. طيب أما محور الشر فيحتقر إرادة شعبه والأمة، ويمارس شريعة الغاب استبدادا وظلما وبلطجة وصعلكة وسرقة وتحكما بالمال العام، كرئيس عصابة مافيا بعقلية المخابرات القديمة العفنة التي انقرضت من العالم بغباء كإله ووصي على شعبه وأمته بوقاحة ودون أدنى حياء، فتجد الأحرار بشعبه والعلماء والشباب الأكثر قتلا وسجنا وتهجيرا. محور الخير داعم للحياة المدنية والشورى اللي هي الديمقراطية، بس احنا ليش دايما نستورد الأشياء اللي احنا أصل مصدرها للعالم كله؟ أصل مصدر الديمقراطية هي الشورى، وهي من سيدنا محمد. ليش احنا دايما نستورد هذا اللي احنا أصلا الأصل فيه؟ فمن الآن لا، نستخدم المصطلح الإسلامي اللي عرف البشرية كله، وكان منبع هذا النور هو سيدنا محمد. فداعم للحياة المدنية والشورى والسلم الداخلي والخارجي. أما محور الشر فداعم للانقلابات العسكرية والمافيات في العالم والتآمرات عملا، فلا تجد قذارة وحربا وتوترا وتجسسا في العالم، وخاصة إذا كان به رائحة الإسلام، إلا كان وراءه اللي هو هذا محور الشر ومحور إبليس. محور الخير ولاء وانتماء حقيقة وعملا لشعبه وأمته، مسخرا المخابرات والجيش والأمن والإعلام على الأعداء الذين يتربصون بشعبه وأمته، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني المحتل. أما محور الشر ولاؤه وانتماؤه حقيقة وعملا لأعداء الأمة، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني بارتكابه الخيانة العظمى بحق شعبه والأمة بالتطبيع والتنسيق الأمني، بما يسمى التنسيق الأمني،
ويسخر ويستعبد المخابرات والجيش والأمن والإعلام على شعبه وأمته لحماية كرسيه كإله، ولو دفن شعبه بأكمله. المهم ما حدا يقرب هذا الكرسي. محور الخير يمتاز بالأخلاق، يقابل الإساءة بالإحسان والحكمة والعقل والرحمة. همه حقيقة راحة شعبه وأمته، داعم لنهضة الأمة ووحدتها. مستشاريه مختصون وعلماء، سجلهم نظيف، يحبهم الشعب، داعم للشباب وتطلعاتهم خاصة. أما محور الشر فيمتاز بالعربدة والغباء الشديد والتخلف والوقاحة، كذاب ومتكبر بتعجرف وأرعن وقاس، لا يهمه أبدا تدمير مواطن من قتل أو سجن أو تهجير أو تقطيع وتدمير عائلته، بل تدمير شعبه وأمته. لا يتنازل أبدا عن سلطته أو ميوله، ولو ثبت له أن شعبه يعاني الأمرين من عدم قدرته على الإدارة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وحتى يكون واضح ومعلوم بجلاء ووضوح إن الدافع الرئيسي من وراء هذا الأمر، أولا حب الله ورسوله وأمتهم كأخوة فيما بين. الأمر الثاني الخير للجميع، حاكم ومحكوم، يخرج الكل رابح فيه بإذن الله بطريق السلام الراقي والهادئ. والأمر الثالث وهو الدافع الرئيسي والحقيقي من وراء هذا الأمر كله، اللي هو امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا غير، دون الالتفات عن غير أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي عشنا من سنين يعلم على هذا الأمر بجلاء ووضوح ويقين كما لم يكن من قبل. والله ولي التوفيق. ونقول أرأيت لو جعلت عدة هموم تشتتك هما واحدا عند مولاك ستراه رحيم. وتيقن جيدا أن المؤمن كل أمره خير، فبالعسر صبر وبالخير شكر وكله غنيم. ومن كانت معيته الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنيس يطرد أحزانه كمرهم وتعقيم، فمن كان همه الله حقا كفاه همومة، وكان عوضا جزيلا وكبيرا بل عظيما. ومن كانت شكواه للعبد بقي عبدا، ومن التجأ لربه بالمحن فذاك زعيم. We'll be right back.